الأكل ماسخ ماسخ، ما له طعم أبدا. أشوف يعني اليوم ما ضحك ليش ولا شاف عليش، ولا يمكن أكلش ماسخ مثلش. رضوان رضوان، بغيت شي يا سعود؟ نعم تعالي جزيرة. أنا مرتاحة هنا، قول اللي باغي تقوله. على راحة، استريح استريح مكانك. أنا بجلس على السرير وما بقربش، بس أبغيش تسمعيني زين. أنا أسمعك. كم بقى لي من العمر؟ سنة؟ سنتين؟ عشر؟ وإيش فائدته؟ وإيش فائدتهم من غير ولد تتكحل بعيني صبح ومساء؟ هذا الشيء ما بيدي ولا بيدك يا سعود. لكنه ممكن، ما مستحيل. وبعدين أنا ما طلبت أشاورك ولا أخذ رأيك في شيء. تبغاني أخطب لك يا سعود؟ أنا ما قلت تخطبي لي، ولا قلت إني أريد أتزوج. أنا بغاش توقفي معاي، تحسي بي، تحسي إني بحاجة لولدي ورثني.
انت كنت ماخذ واحده قبلي وما جبت منها شيء. قصدك العلفيه؟ انا لا، انا بعدني في عز شبابي، واذا الولد ما مقدر انه يجي منك انت بيجي من واحده ثانيه وبشر الله. ومن من؟ من عزه ولا من زوينه بنت سيف؟ من حقي، من حقي يا زواج. اذا تميت تصارخ كذا يا سعود انا خارقه وما بسمع كلمه واحده. هدي هدي يا بنت الحلال، هدي. انا خلاص ما بصارخ. انا ما عارف ليش صارخ هذه الايام ومن غير سبب. السبب واضح، انت ما هو سعود الاولي. محمد الثقيل يا زهراء، بعيد اثقل من انه يتحملها واحد مثلي في شيبتي وفي كبري في هذا العمر بالذات. بحاجة لواحد جنبي أحس به ويحس بي، أضمه على صدري وأحد عليه. أنا ما أقول زوجي لا، لكن زوجة تجيب لي اللي جالس أنا أنتظره من سنين. كيف تبغاني أقول لك تزوج وأنا في الآخر حرمة؟ كيف تبغاني أرضى وأنا خوفي عليك من الصدمة يتملكني؟ كنت أديلك ليل مع نهار وأقول يا ربي إذا سعود أكرم أو أذنب إنك تأخر عقابا للآخرة، وإنك تدرس حربنا بالعيال اللي يكونوا أحسن منا. أنا ذنبي كبير 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 يا زواج. حسيت حسيت يا سعود خوفك سهرك الليالي من أول يوم تزوجنا. قلت يمكن يكون خوف بني آدم تفانين وزينة الدنيا، لكن ما أنت يا سعود. سير تزوج اللي تبغى، أنا اللي عندي أحسن منك ومنها. أنا عندي ربي. لكن ما تأخذ عزة هذه، خذ اللي تناسبك ما اللي تنزلك.
إنسان ما من هذا الزمان، من وقت بعد ما جاء درب الشوق. درب الشوق وجهة الياسمين، وجهة الياسمين بيته ظل الأشجار المهمة، بيته ظل الأشجار المهمة، فراشة حصى مغسول بماء المطر، فراشة حصى مغسول لحاف نجوم العاشقين. يا ترى هل ممكن أأمن إنسان مثل على ولدي ناصر؟ وليش لا يا أخوي يا حمد؟ ما أظن أنك ممكن تأمن مثل على ولدك سالم. يمكن لأنه ما هو أخوي. حتى لو كان ناصر، لازم تكون عنده جرأة المغامرين وحكمة العارفين، جرأة وحكمة المستقرين. إيش اللي ممكن يتعلمه من الحارب؟ جرأة الصمت أو حكمة الهروب؟ يا ترى كيف ممكن يتعلم حتى هذا من لغة المزمار؟ حارب كلامه مزمار. لا يا علي، لا، ما بيربي ابني ناصر غيرك انت. وليش انا يا حمد؟ احنا ما صارنا الا ايام قليله متعارفين، بعدين انا ما افرق عن اخوك حارب. انا يا حمد في كل يوم لي حال وفي كل مكان سهم ما يصيب. لكن فيك عناد ما شفته في غيرك. تعرف اول خطوات الجراه هي العناد، واول علامات العناد هي مقدرتك على رفع العصا. حارب ما رفع اكثر من مزمار ابعد من فمه. حارب يا علي احر ما فيه انفاسه اللي تبدا انغام مزماره، كانها النار اللي تصوغ الذهب. يا ريتها كانت النار اللي تصهر الحديد، تصهر حديد السيف أو الخنجر، أو حتى تصهر حديد سن القلم. حارب يكون هو حارب رفع العصا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا يا حمدان، بغيت شيء؟ أول مرة أشوفك في هذا المكان، يمكن غريب؟ لكني أتذكرك زين. ما أنت ود المعلم خميس اللي كان يدرس صغيرين تحت شريشة؟ ياه، هذا صار له زمان، ويمكن عمر ما عرفت اسمك. أنا اسمي سالم، سالم، وجاي أسأل عن ناصر، صديقي ناصر. ناصر، ناصر، هي ناصر الله يرحمه، كان مثل نسمة الهواء أطيب، ما حد نساه في الحارة، حتى لو إنه الحارة ستنفس، الحارة تغيرت. زين الله يخليك، أنا جاي أسأل عن أبوه. أبو ناصر؟ يمكن يكون له اسم ثاني بعد. كنا نعرفه بهذا الاسم، اسمه الحقيقي ما حد يعرفه. انزين الله يخليك، وين اقدر احصل؟ من يعرف؟ جهاد الحارة غريب ومعه ناصر، ورحل عنها غريب ولكنه وحده. بعد موت ناصر كان يتفحص وجوه كل الشباب كأنه كان يدور عن شيء، يمكن كان يشوف فيهم صورة ناصر، لكننا عرفنا بعدين انه كان يدور عن واحد ثاني. واحد ثاني من؟ في يوم جاء واحد غريب وقال له انه حصل ولده سالم. ولده سالم؟ هذا اللي عرفناه يوم شفناه داخل علينا السبلة فرحان، ويوم شفناه يفرق حلوة على صغيرين كان يضحك وعيونه متروسة دموع. قال بترككم يومين وبرجع مع سالم. غاب أكثر
ورجع وحده، رجع مكسور ومهزوم. عرفنا انه ما لقاه. اول ما شفته في هذا المسجد، هذا المسجد يوم ما مات ولده ناصر الله يرحمه، حسيت فيه وكأنه يحمل على اكتافه حمل ثقيل. بعدها جانا يودع، قال انه مقامه بينا طول كثير، وانه لازم يروح يدور عن سالم، ورحل. ومن يومها ما شفناه. ما شفته؟ تأخر سالم، حتى ابو ناصر ما جاء. خلاص نحن اقتنعنا انها ابو ناصر. ما مهم الاسم، على الاقل صار له اسم. بدل ما كنا نقول الرجال الشايب ابو ناصر. صحيح، ابو ناصر يعطيه غموض اكثر واثاره، اثاره كنا نفتقدها في حياتنا المملة. كأنك بديت تعيش هذه الحالة. مستعد أمشي فيها للآخر، وأنا متأكد أنها بتكون نهاية ما متوقعة أبدا. الأحسن أنها تكون مثل ما قلت، على الأقل ما يضيع خوفنا وقلقنا من غير سبب. أنا بديت أمل. ما أظن أبو ناصر بيخلينا نمل، حتى عدم جية الليلة لحد الحين من غير سبب وراها سالفة، وراها مفاجأة. كل ليلة يلقانا في موقف من المواقف، نكون في حالة محتاجين فيها الغريب يخرجنا من حيرتنا أو من حزننا. عمي بغيتك في كلمة. بعدين بعدين، ما تشوفني جالس مع العرب؟ بعدين يكون متأخر، وأنا ما مستعد إني أسمعك الحين. أنت بتسمعني، بتسمعني قدام كل الناس. قلت لك بعدين يعني بعدين. أنت إيش؟ ما تفهم؟ هذا اللي أنت تبغاه وتتمناه، إني ما أفهم. على إذنكم يا جماعة، أنا ساير، عندي أشغال. عمي أنا ما بطول، هم كلمتي كلمتي. أنت أعطوني وعد وتراجعت. أبوك مات، مات من زمان. ومن متى وعد الرجال يموت يا عمي؟ من متى وعد الرجال يموت؟ وعدهم يبقى حتى بعد موتهم. أنا عمري ما أخلفت على وعد قطعته على عمري. وتزويجك شمسة، شمسة بنت عمي اللي هي بنتك الواحد غريب، إيش تسميه؟ اسكت يا ولد، ما تستحي تجيب اسم بنت عمك قدام العرب. أسميها ما عرفت ربيك زين. إيش أقول؟ ترباية حريم. اللي تقول عنها أنها ما عرفت ربي هي أمي، أمي اللي نكرتها بعد موت أبوي، واللي ما تربى هو ولد أخوك، ولد أخوك اللي واقف قدامك، اللي ظلمته هو صغير، سلبت أرضه وحلاله وسخرته أجير في أرضك اللي هي أرضه. بصراحة ما مستعد أسمع هذه السخافات. عمي أنا جاي أترجاك، أترجاك لا تبيع أرضي للغريب، لا تزوجي بنتك. أرضك مرهونة عندي، فكرة عنها وخذها. أما بنتي وكل الحاضرين شهدوا على كلامي انها ما من نصيبك. Thank you.
بالضبط مثل ما يحصل دائما. كلنا شفناه والتقيناه قبل لا نجينا، شفناه في كل مكان الا اليوم. اليوم تاخر. ها سالم وصل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ها جاء؟ ما جاء. انت بشر، ايش سويت؟ ما حد يعرف عنه شيء، ترك الحاره من زمان. بس ما هذا المهم. قول، يمكن هذه المفاجاه اللي انتظرها احمد. سمعت انك الحاره من مكان ثاني، يعني هو غريب ما منها، وكان معاه ناصر اللي هو صديقك، وتركها بعد موته. تركها يدور عن سالم. سالم ولده. الحمد لله ان اسمي سعد وانا اسمي احمد. يعني انا با، ما بغيت شيء قبل عن لا سير انام. بعد وقت يا بنتي. الليله ما انطقت ولا كلمه على العشاء، اول مره تاكل وانت تفكر. حتى انا سكت، حسيت انك ما باغي تتكلم. أبريني يا بنتي اللي في القلب الليله اقوى من كل الكلام. هو الكلام بس في الداخل. يا ريتني خبيت هذه العصا وما شفتها. بالعكس يا بنتي، بالعكس، الله أراد إني أشوفها. وبكل هدوء تقول لي ذكر يا سيف، ذكر. لكنها عصا مثل أي عصا، ما فيها شيء. هذه العصا يا بنتي محفور عليها زمن أبوش وغيره، بغوا ينسوه، ضموه داخلهم، كتموا عليه. ما كانوا يعرفوا أن الدفء اللي في الداخل يخلي الأشياء تكبر وتنمو مثل الشجرة، وفي النهاية تطلع الفروع من العلوق. أنا ما فاهمة شيء، لكن وقفتك قدام صورة أمي ما طولت مثل كل ليلة. دورت وجهك قبل عن ترفع عينك. هذا اللي كنت مستحي منه، أقصد ما قدرت. أنا سايرة أنام، لأني لو تميت لي الصبح ما بفهمك. تصبح على خير. تصبحين على خير. خليش مكانش، أنا بفتح الباب. من؟ أنا سعود. سعود افتح الباب. دخل حقرتش وركب الباب من داخل. ان
محمود؟ خير إن شاء الله. بغيت شيء؟ بغيتك تصير معاي ونروح البيت سليمان. بغيتك تكون شاهد. يلا. شاهد؟ شاهد على إيش؟ أنت مالك مستعجل الله يهديك. في بيت سليمان بتعرف كل شيء. يلا تحرك. يا أبو حمود، يا أبو حمود، أخاف تتهور وتسأل الرجال عن عصا وتثير شكه. لا 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 لا، المسألة غير عن هذه. الرجل جالس ينتظرنا. يلا تحرك. البس ملابسك. خلاص بلبس عمامتي وجنك. لا تتأخر. مالك يا ابو حمود الله يهديك؟ قريب كسر الباب؟ ها؟ سيف انت تاخرت علي الله يهديك وخليتني في الظلام بنفسي. ها ابو حمود، ها؟ وانت من متى تخاف الظلام؟ ما اعرف يا سيف، من يوم ما اجي علي هذه الحاره او يمكن قبل. يعني تعترف ان الخوف مسيطر على كل امورك وتصرفاتك؟ اصلا مجرد تفكير في إن حمد بن ناصر عايش يخلي الواحد ما ينام يا سيف. يلا يلا تأخرنا على سليمان. يلا يلا توكلنا توكلنا. السلام. حي الله ابو حمود، كيف حالك ابوي؟ يا الله قرب قرب. مساك الله بالخير سليمان. الله يمسيك بالخير. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. تفضلوا تفضلوا. كيف حالك سليمان؟ ما شاء الله بخير وعافية. طيب كل الاصحاب زايريننا الحمد لله، صارتنا البركه. تفضل تفضل. الله يعافيك. تفضل 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 ابو حمود. تفضل يا حسين. احسنت يا ابو حمود. تفضل تفضل يا كريم. يا أحسنت يا سليمان. تفضل طويل العمر. تفضل سليمان. يمكن أنت مستغرب من جايتي لك في هذا الوقت المتأخر من الليل. والله يا أبو حمود طال عمرك، لو ما تعبت نفسك وجيت، لو طرشت علي كنت جيتك في المكان اللي تبغاه وفي الوقت اللي تختاره. لا 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 يا سليمان، بس الكلام اللي جاي يقوله ما ينقال إلا في البيوت. ما كذا يا أخوي يا سيف؟ ها نعم نعم، صح مثل ما يقول أبو حمود. صح. تفضل يا أبو حمود، أنا سمعك وإن شاء الله بكون تحت أمرك، بس عاد بعد ما نتقهوى. لا لا لا، ما في داعي للقهوة، أنا أصلا ما بطول. هما كلمتين، أنا يا سليمان لي عندك طلب. طلبك مجاب يا أبو حمود، أفضالك تسبق طلباتك. حتى لو كان طلبي هو بنتك. أنا جاي يا سليمان أخطب بنتك فاطمة زوج أهلي على سنة الله. والله مو أقول لك يا أبو حمود، ما أقدر أقول لك موافق ولا لا. المفاجأة أكبر من أي قوة، لكن لازم أشاور البنية، يمكن جوابها تسكت الحيرة والورطة اللي أنا فيه. وليش ما يكون لي؟
وخير البر عادله. تحرك يا سليمان، روح اسال بنتك. شاب الدواء اللي معطيها الطبيب اليوم ما أثر عليها وخلاها تنام من وقت، لكن إن شاء الله يا أبو حمود باكر ولا ورا باكر برد عليك وما يصير خاطرك كذاك يا سليمان. بكرة ما بعيد ولا بعد بعيد، أنا مكتوب علي الصبر. سليمان نعم أبو حمود، هي مفاتيح الدكة، بغيتهم لو سمحت. يعني ايش؟ ماشي، بس خليك عند بنتك احسن لك، ولا ترجع الا موافقتها على لسانك. لا أنا ما أهددك لا سمح الله. تفضل. كمان لا. سيف، أظن إنك ما باغي تبات هنا، ولا تنسى إن إحنا جينا مع بعض. يلا تحرك. وانت كل يوم تجيني بسالفه جديده، اعشم عمري بصباح يكون اجمل ايام عمري. واخرتها جيت تقول لي انسى زواجي من بنتك؟ سكت ما قلت شيء. نسيت جيت اخطب بنت سليمان وجبتك شاهد. انت كنت قاصد تهيني تنتقم، مع اني انا وياك صف واحد. أنا ممكن أختلف معاك لكني ما ضدك. أنت كان ممكن تأخذ معاك أي واحد عند سليمان، لكنك ما سويتها يا محمود. أفعليك بس ما كنت باغنها تجي منك. بسيط بسيطة يا سيد، ها
هذا أنا قدامك، وأقولها بكل وضوح، إذا جيتني بكرة تبشرني موافقة بنتك بطرش حد. وليش أطرش حد؟ تصير أنت البيت سليمان وتقول لي كلك أبو حمود صرف النظر عن بنتك لأنها ما تناسبني. أظن أن هذه المسألة انتهت خلاص، لأني حتى أنا ما أملك أن أكلم بنتي في هذا الموضوع، ولأنها بكل بساطة ممكن ترفض. ترفض؟ حتى لو عرفت أني بديت أحبها؟ عيب هذا الكلام يا أبو حمود، عيب. وليش عيب؟ ليش عيب ها؟ عيب لأني أنا كبير في السن؟ أعتقد إني لو تزوجت بنتك وأنا أحبها أحسن من إني أتزوجها لمجرد الزواج. كيف تبغاني أصدقك يا أبو حمود؟ كيف تبغاني أصدقك وأنا عارفك؟ أنت اضطريتني أقول هذا الكلام، كان في داخلي، ما حد يعرفه غيري وغير ساري. ليش تشوف علي مستغرب؟ تقول لي ماضيك ما زين؟ قاتل؟ لكني ما قتلت إلا لأني إنسان. تقول لي ناهب؟ أقول لك ما يسويها إلا إنسان. تبغاني أصرخ؟ وأعترف لكل الناس وأقول يا ناس أنا أحب لأني إنسان؟ أنت الليلة تقول كلام غريب، كلام عمري ما سمعته. أنا أحسن لي أسير عنك، أخاف تزيد في الكلام. بكرة الصباح يصير خير، على السلامة.